أحسن الله إليكم. يقول ورد في معنى حديث بأنه ستكون بعدي أثرة، ما معنى أثرة يا شيخ؟ الأثرة معناها الاستئثار بالمال دون الآخرين، المال العام يستأثر به بعض الناس دون الآخرين. نعم، فعلى المسلمين أن يصبروا على ذلك، ويلزم السمع والطاعة لولي الأمر، ولا يلتفت إلى ما عنده من الخطأ، لأن الخروج على ولي الأمر وما يترتب عليه من الأضرار أشد من الصبر عليه على ما عنده من النقص. نعم.